هي الله ابو حميد، يا اهلا مرحبا. ايش القراءه البارحه؟ ما شاء الله تبارك الله. علوم يا جماعه الخير، صلى فينا العشاء قراءه جميله جدا 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 جميله. محمد، ممكن نسمع منك ايتين ثلاث ايات كذا من ذوق، اي سوره؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض، وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. الله أكبر، ما شاء الله تبارك الله. الله يثبتنا لك القراءة الجميلة هذه. الله 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 يجعل في ميزان حسناتك. أمين. ولكن إن شاء الله بإذن الله نلقاك من أئمة الكبار بإذن الله مستقبلا. أمين.